بدأت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جينا لكم بفيديو جديد عن سماد الخميرة. أول حاجة أهلا ومرحبا بكل متابعينا الكرام، وكل يوم فيديو جديد ومعلومة جديدة. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة عن سماد الخميرة، هنصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وندعي لإخواننا في فلسطين بأن ربنا ينصرهم وربنا يثبت قلوبهم على فقدان ذويهم، وإن شاء الله بإذن الله النصر قريب بإذن الله لأهل غزة وكل إخواتنا في أهل غزة وكل إخواتنا في فلسطين بإذن الله. النهاردة سماد الخميرة. الخميرة عامة سماد يعتمد عليه النبات بشكل أساسي. إزاي؟ إن الخميرة بيستخرج منها عنصر النيتروجين الذي يحتاجه النبات لعملية النمو الخضري وتحجيم الثمار. يعني زي كده، لو في ثمار عندك صغيرة زي كده ماشي، فإحنا بنعمل سماد طبيعي. إحنا بنتكلم على الأسمدة الطبيعية. الأسمدة الطبيعية غير الأسمدة الكيماوية. في فرق كبير قوي بين السماد الطبيعي اللي إحنا بنعمله للزراعة المنزلية، وفي فرق كبير قوي بين الكيماويات اللي إحنا بنديها في المزارع وفي الأراضي الواسعة. يعني إحنا بنحب نسهلها على الناس، على السادة المشاهدين لو زارع زرعتين ثلاثة فوق السطح وعاوز يعمل لهم عملية تسميد. فإحنا بنجيب الخميرة، حلو الكلام، وبنجيب إزازة مية، لتر مية زي كده ماشي، وبنعمل سماد الخميرة. بنحط معلقة خميرة ماشي، خميرة جافة زي كده، الكيس بتاعها اهو ماشي، ومعلقة سكر. طيب انت عاوز تزود النسبة بتاعة الخميرة. عموما الخميرة ليها فوائد كتير او للنبات ماشي، وليها اضرار كتير او للنبات. يعني انا لو زودت التسميد للنبات زي كده، اول حاجة هيصيب بالعفن الجذري، دي على طول طبيعية، لان الخميرة فيها بكتيريا، وكتر البكتيريا دي للنبات فبتضر عكسي، يعني بتدي يعني حاجة كده بالفلاحي، حاجة عكسية للنبات ماشي. فاحنا بندي النسب والتناسب لكل حاجة احنا بنديها للنبات. كل حاجة ليها فوائد وليها اضرار. فاول حاجة في اضرار الخميرة هو العفن الجذري للنبات. تاني حاجة ماشي، مع الخميرة والسكر فانت بتلقى القصيص عندك مليان نمل ومليان القوارض ومليان الحاجات دي، ان هي الخميرة مع البكتيريا اللي فيها. احنا بنعمل الخميرة ده كده، انا عامله من امبارح، وكان الطريقة زي كده. اهم حاجة في الازازة ان احنا ما نخليهاش مقفولة او متخرمة. احنا لو اتحققنا كده الازازة دي اهي متخرمة. ليه؟ لو انا سبتها مقفولة بغطا مقفول زي كده ماشي، بغطا مقفول زي كده، يؤدي الى انفجار الازازة مع تحليل البكتيريا بتاعت الخميرة ماشي، فدي بتساعد على الانفجار. هنرجع لمرجعنا. ادي الازازة لتر مية معلقة خميرة ومعلقة سكر برضك صغيرة. علشان يديني النتيجة دي واسيبها 24 ساعة، او يعني لو انا عملتها زي كده اخر النهار الصبح اسمد بيها زي كده. ابدأ اغطيها واسيبها، اهول غطا علشان تتفاعل معها. طيب انا الخميرة دي ينفع ان انا ارشها على النبات، تترش على الثمار. الخميرة كلنا بنستخدمها في تحجيم النبات
الثمار واعطاء الثمار لون. الخميرة بتخلي الثمار بتحجم حجم الثمار. ماشي، نبدأ. واي نبات عندك تبدأ تديله الجرعة المناسبة ليه من سماد الخميرة، ما تكتر لهوش عشان العفن الجذري. توم نديله رية بسيطة. عندك تين والريحان، كل حاجة نديها له من الخميرة. طيب احنا عاوزين نرش الخميرة ديت على النبات، فانت بتجيب البخاخة بتاعتك ماشي، وترشه على النبات. مفعوله جاء حلو جدا للنبات اللي فيه ثمار، النباتات اللي فيها ثمار، لو بتنجان، طماطم، اي نبات عندك او اي اشجار عندك فيها ثمار رش منه. احنا لما بنيجي نعمل فيديو بيبقى في فرق كبير بين الأسمدة الطبيعية اللي احنا بنعملها ماشي، وفي بين الأسمدة الكيماوية اللي احنا بنعملها في الأراضي الزراعية ماشي. انا عامة من طبيعة فيديوهاتي بتكلم بالطريقة العامية اللي يفهمها جميع المتابعين وجميع الناس، يعني ما بحبش يعني اتقلها على كل الناس المتفاعلة معايا. وان شاء الله باذن الله بدعمكم ووقوفكم تجاه الصفحة المتواضعة بتاعتي ان شاء الله هنوصل باذن الله. وانا بقول المقولة بتاعتي: من لا ينفع الناس فلا يضرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.